او كمان ممكن تعمل سبسكرايب. بس ارجوك ممكن تسمع بس الكلام اللي انا هقوله، يعني مش تخسر اي حاجه لو سمعنا بعض شويه. انا هتكلم معاك في مباراه سموحه بكل منطق وبكل هدوء. لو انت تالت تارجت من بدرس كاترون وياخد مركز تاني، فالراجل قرب ان هو يخلص الدوري مركز تاني، بيراميدز بيقع تحتيه والمقاولين بيقع تحتيه، هل ده بيسمح له ان هو يجرب ويهبط احيانا جوه الملعب؟ بيسمح له ان هو يعمل اللي هو عايزه. الراجل اللي انت عايز خدت منه التارجت اللي انت كنت طالبه منه ان هو ياخد مركز تاني، والراجل قرب جدا لموضوع مركز تاني ده. كان فرق قبل مباراه على المقاولين العرب مباراه وكمان 3 نقط، يعني الراجل فرق تقريبا 6 نقط، والنهارده بقى الفرق ما بينهم بالمقاولين العرب بعد المباراه 4 نقط، يعني الراجل برده بيحصل لك المركز اللي انت كنت عايزه منه. هل ده بيسمح له ان هو يجرب لعيبه بقى له فتره طويله جدا على الدكه زي امام عاشور وزي مصطفى فتحي اللي انت بتحاول ترجعه، وكل الزملكاويه نفسهم ان هم يشوفوا مصطفى فتحي جوه الملعب؟ عادي جدا. هتقولي المنافس كان قوي وسموحه كان قوي، اقول لك لا، مش هنضحك على بعض. سموحه كان فرقه سيئه جدا جوه الملعب، سموحه كان عنده مشاكل كتيره جدا في الشق الدفاعي وعنده مشاكل في الشق الهجومي، ولسه المدرب بيتعرف على الفريق، فالفرقه ما كانتش جيده نوعا ما. كانوا بيلعبوا بال3-5-2، كانوا عايزين يعملوا زحمه في نص الملعب، بس مع الاسف شايلين نص الملعب بتاعهم. كان ضايع حرفيا احمد كمال واحمد نبيل مانجا كانوا سيئين، وناصر ماهر ما كانش ظاهر جدا الشوط الاول. انت عملت اللي انت عايزه الشوط الاول، كنت بتلعب على الاطراف. اخيرا بدانا نشوف ان انت بتلعب كاسونجو وكابونجو هاف شمال وبتدخله للعمق علشان خاطر يبقى مهاجم تاني، غير الماتشات اللي كانت قبل كده اللي هو كاسونجو بلاقيه بيتطرف علشان خاطر يسند على الباك اللي وراه عشان يلعب عرضيات لمصطفى محمد. كنت بشوف ان كاسونجو ملوش اي 60 لازمه ان هو يلعب هاف. النهارده لقيت كاسونجو ان هو بيضم لجوه وعبد الله جمعه الراجل بيلعب له اسيست علامه تقدر ان انت تجيب الهدف الاول. مفترض ان المباراه بقت سهله وخفيفه والفرقه اللي قدامك منهاره تماما قبل اللقاء، والموضوع بالنسبه لها ضاع تماما، والفرق كلها منهاره بدنيا، وحتى كمان الانديه الكبيره منهاره بدنيا. عشان نرجع نتكلم تاني ونقول الماتشات كل 3 ايام حرام وظالمه جدا لكل اللعيبه ولكل الفرق الدوري، ويا ريت لو يعملوا اسبوع او اسبوعين يكون بريك للفرق. دي حاجه قلتها الفيديو اللي فات وممكن اقولها لك لحد ما الدوري يخلص، علشان خاطر لو مفيش بريك للعيبه دي الاداء هيفضل سيء، ودي بالنسبه لنا هتكون جوه الملعب سيئه. هتقول لي الماتش فيه 6 جوان يا مفتري، انت عايز ايه تاني؟ اقول لك لا، ما 6 جوان سموحه راحت بكام كوره. سموحه الشوط الاول بيلعبوا كوره طويله لحسام حسن، وحسام حسن بيعدي بطريقه غريبه جدا ومحمد عبد الغني بيقدر يشوط، بيطلعها جبل، بيشوط تاني بيطلعها جبل، الثالثه بيشوط بيحرز الهدف. بعد كده الزمالك بيجي له فاول من خطا غريب جدا لمحمد طلعت، بيعمل تاكلنج غريب جدا برده على امام عاشور، الفرقه بتقدر ان هي تاخد فاول. مصطفى فتحي بيلعبها كروس ورا اجمل، بيقدر حسام حسن ان هو يجيبها هدف في نفسه، وترجع تاني الزمالك متقدم 2-1. يا عم كالترون الماتش خلص والماتش بالنسبه لك سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص، اعمل اللي انت عايزه واللي انت تحبه بس بالراحه. المشكله كلها قلبت على الزمالك لما الباكات صابوا، لما عبد الله جمعه ما بقاش قادر حرفيا، ولما كمان امام عاشور ما بقاش قادر، وفجاه بقت مطالب ان انت هتغير الهفات علشان خاطر عايز تسد المصطفى وعايز تسد الاوناجم عشان خاطر دور على الثالث، وطلعت مصطفى فتحي بعد الوقت اللي هو قضاه في الملعب اللي هو كان جيد وكان مرضي جدا لمصطفى وكان مرضي جدا للمتابعين، وبعد كده نزل اوناجم وبيقدر ان هو ومصطفى محمد ان هم يحرزوا هدف ممتاز جدا. الهدف ده دورت عليه من البدايه هتلاقي ان هو مشاكل كتير قوي موجوده في نص ملعب سموحه، اللي هو احمد سامي بيحل المشاكل اللي كانت موجوده دفاعيا فنص الملعب انهار، يعني هو غير محمد كوفي علشان محمد كوفي ما كانش قادر ان هو يدي مجهود كويس في الشق الدفاعي. محمد كوفي لاعب بيمتاز بالكور العاليه ان هو بيقدر يستخلصها، محمد كوفي الشوط الاول كان سيء تماما، ومصطفى فيصل قدر ان هو يروح بواحده واثنين في كور ثابته كان بيروح فاضي تماما ما كانش معاه اي حد، فكان في مشكله في قلب الدفاع. في الراجل حط مكانه احمد كمال، فلما حط احمد كمال نص الملعب بقى فيه مشاكل، والخرم اللي كان موجود في احمد كمال سده في نص الملعب اتفتح بعد احمد كمال ما نزل الحمص يلعب في نص الملعب، فكان في كانت في مشاكل كتيره قوي في سموحه تقول لك ان انت ممكن تدي سكور 3-4 أو 5 على سموحه. بس برده زي ما قلت لك هنرجع تاني، والعامل البدني فرق وقال كلمته في اخر ربع ساعه، لان الزمالك انهار تماما بدنيا، لان اللعيبه اللي لسه نازله من على الدكه عطت وقت بس بعد كده مش قادره، لان اللعيبه دي برده بتتحمل على نفسها، واللعيبه دي لسه لعبوا مباراه قدام طلائع الجيش من 3 ايام برده، فالموضوع بالنسبه لها ضايع تماما. فالحسبه ظلمه خالص انك تقعد النهارده تهاجم كالترون، وانك تقعد تهاجم اللعيبه وتقعد تهاجم كل واحد في المباراه لمجرد بس ان انت استرقت في 7 دقائق في هدفين.
عارف ان خط الدفاع بتاعك كان فيه كوارث، بس انا قلت لك من البدايه المشكله كلها ان محدش هيقدر يشيل التاني، لا جونش هيقدر يشيل محمد عبد الغني، ولا عبد الغني اللي انت كنت بتلعبه باك يمين من الفتره اللي فاتت هيقدر يشيل الونش. فالاثنين محتاجين حد يشيلهم، محتاجين واحد قوي يسند عليهم، واحد قوي يحسسهم بالثقه والامان. وما تقوليش ان انا بهبد علشان خاطر لولا وجود فيرجيل فان دايك مش هتلاقي ان الدفاع ليفربول قوي او اي حاجه، فمحتاج لعيب قوي يسند الاثنين دول، والاثنين دول ممكن تلاقيهم مع محمود علاء مستوى مختلف تماما، وتلاقيهم لعيبه مختلفه تماما. غير برضه لو قعدنا نفكر في غياب اشرف بن شرقي وغياب فرجاني فرق. بصوا غياب فرجاني في نص الملعب ما فرقش كتير، لان نص الملعب النهارده كان سريع. اسلام جابر كان بيهبش، واسلام جابر فجاه كده كنت بتلاقيه بيلعب مركز 8، وكنت بتلاقي ان اسلام جابر بيقلب الخطه 1 4 1 4 1 ويروح يضغط على لعيبه سموحه، بس 4 1 4 1 اللي الزمالك بيلعب بيها وهو بيدافع دي ما بتكونش حاجه اسلام جابر بيعملها من نفسه، دي حاجه بيعملها باتريس كانتونا عشان خاطر يقفل على الفرق بالعرض، وفعلا بينجح فيها وبيقدر ان هو يروح بهجمات مرتده يخلص بيها ماتشات كتير، وفعلا بتكون فكره ناجحه. بس اسلام جابر النهارده مش بقول عليه ان هو كان سيء او ان هو كان حلو، هو الراجل عمل مجهود، بس مجهوده ده مع ذلك ما تكللش زي برده امام عاشور. ناس كتير هتقعد تقول لي امام عاشور عمل جيم كويس، امام كان ممتاز، امام كان جيد. طب معلش هو امام يعني اضاف ايه للمركز؟ امام لسه اول مره يلعب باك يمين، امام محتاج وقت. فما تقعدش تقول ان هو من الماتش بقى لعيب سوبر، بقى لعيب واو علشان خاطر النفخه الكدابه اللي اللعيبه بتاخدها دي بعد كده بيكون فيها مشاكل. لما امام تعب وامام وقع ونزلت مكانه الولد الصغير ياسين، الكرة بصراحه قررت ان هي تحبك، واحمد حسن ميكي بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني. بعد الهدف الثاني الزمالك كان واقع بدنيا وما كانش قادر يعمل اي حاجه جوه الملعب، وما كانش قادرين يتحركوا حرفيا، والموضوع كان باين تماما ان الفرقه خلاص جابت جاز، والفرقه مش قادره تكمل الخمس دقايق الوقت بدل ضايع. وفي خطا غريب جدا بيقدر احمد بيقدر نجم المباراه اول حسام حسن، الراجل احرز ثلاث اهداف، هدفين لفريقه وهو هدف في نفسه، ان هو يخلص المباراه بتعادل. بعد التعادل ده المشكله كلها في الناس اللي هتقعد تصرخ باتريس كالتيرون. بص انا مش عاشق في خيال باتريس كالتيرون، والله انا بحب الراجل قوي، ولا انا شايف ان الراجل مدرب عالمي، بس انا بقول لك الراجل كنت عايز منه تارجت في الدوري وصل. الراجل دلوقتي بيحاول يريح اللعيبه بتاعته علشان خاطر نص النهائي في دوري ابطال اوروبا، في دوري ابطال افريقيا اسف، اللعيبه تكون متاحه وجاهزه بالنسبه له. فلو انت عايز تنتقد باتريس كالتيرون فانتقده على ايه يعني؟ انا مش فاهم انت بتنتقده على ايه. زي ما كنت بقول ان الاهلي مش مطلوب منه ان هو يكسب كل الماتشات في الحاله البدنيه اللي موجوده بالنسبه للعيبه، برده نفس الكلام بالنسبه للزمالك، مش مطلوب منه يكسب كل الماتشات. على الاقل الزمالك طلع له باسمين ثلاثه اربعه ناشئين كويسين جدا ممكن يكملوا فتره طويله مع النادي. فاعتقد ان باتريس كالتيرون في الحالتين الراجل مستفاد، والراجل افاد النادي بلعيبه كويسه زي حسام، وزي كمان اسامه فيصل، وكمان الولد الصغير اللي هو ياسين اللي نزل. الراجل بيطلع لك اسماء، والراجل كمان محتفظ لك بالمركز الثاني. يعني هتقعد تتكلم عليه باي طريقه، وهتقعد تهاجم فيه على اي اساس؟ اما بالنسبه لسموحه فالله يكون كابتن احمد سامي اللي الكلام كتير قوي كان عليه ان الراجل مسك طنطا مباراه واحده وبعد كده ربنا كرمه وراح ماسك سموحه في يوم وليله. فالراجل محتاج شغل كتير قوي في سموحه، عنده خط دفاع سيء، عنده لعيبه اجانب محتاج ان هو يفكر فيها، سواء الراجل الهاف او محمد كوفي. فهو الراجل محتاج يفكر في حاجات كتير جدا، ومحتاج دايما معلش يعني